بن حسين لاعب لايس بي تي تي دالجي. كنت فزتو في النهائي تاع البطوله، نسموه نهائي لانه كان بيناتكم اللي يفوز بينكم وبين جي اس بي كان رايح ياخذ البطوله. واش تقدر تقول لنا لو يعني نوليو شويه اللور تهضرنا على هذيك المقابله؟ اوه كيما المقابله تاع الشامبيونات شغل كنا موتيفي، كنا حابين نربحو، كنا بلو فولونتير في التيران، كنا حنا حابين ندو الشامبيونات ندو التيتر باسكو فيو صراولنا بزاف مشاكل ديبي سيزون. كنا ديمارينا مليح لا سيزون ومن بعد في ديزيام فاس وين صراولنا بزاف مشاكل تكاليفينا بلاي اوف ديفيسيل مو كيما بالكم، وهم فينا الحمد لله قدرنا باش نربحو. والمقابله تاع اليوم ما تشابهش خلاص المقابله تاع ماشي رقم فيزيونومي قايتي هما دخلوا بوكو بلوس شغل ستيم بارتي دو روفونج ليهم باسكو حنا ربحنا دينا لهم الشامبيون دينا لهم الشامبيون دونك هما دخلوا بلو فولونتير هما كانوا حابين تيتر هذا اكثر منا و بريباراو له كيما يلزم الحال. حنا مالوريزمون وين لازم نبريباريو بيان ما بريباريناش صرا ام تي بروبليم دونك هادي هي خسرنا لوجيك مو يستاهلو هما ما وجدتولوش النهائي هذا ولا كنتو خلاص يعني كنتو مباشرين مع ديتو الشامبيون؟ لا ريال افوار كنا ما وجدنالوش مليح النهائي هذا شغل ما امناش بلي شونس توالا تو سامبلوم. تما كنتو سادير ديتو الشامبيون عشتو مع الحفله تاع الشامبيون ودخلتو النهائي تاع كاس الجزائر. فوالا دخلنا نديرو اون بال بارتي شغل ما كناش حارين كيما لعبناش شامبيون. مونتالمون فوزيتي ابسا. فوالا مونتالمون بارك الله فيك. بارك الله فيك.